صدرت اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها: أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 131 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 92 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 125 بتاريخ 19/7/1435 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت: أولا، يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه. ثانيا، يعين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 132 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت: أولا، يعين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 134 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 92 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 127 بتاريخ 10/6/1439 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت: أولا، يعين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 135 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 92 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولاً، يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 136 التاريخ 10/6 1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 تاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاحتماده وتنفيذه. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله رقم 27718 بتاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة، بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 133 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 137 التاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 43 بتاريخ 28 من الشهر الثامن من عام 1393 للهجرة وتعديلاته
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ألف تقسيم 154 بتاريخ 30 من الشهر السادس من عام 1434 للهجرة، ورقم ألف تقسيم 123 بتاريخ 15 من الشهر السابع من عام 1435 للهجرة، ورقم ألف تقسيم 96 بتاريخ 12 من الشهر السادس من عام 1437 للهجرة، ورقم ألف تقسيم 196 بتاريخ 20 من الشهر التاسع من عام 1437 للهجرة، ورقم ألف تقسيم 165 بتاريخ 25 من الشهر السابع من عام 1438 للهجرة. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 27718 بتاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة، القاضي بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية الوزارة والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 بتاريخ 5 من الشهر السادس من عام 1428 للهجرة، وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع أمرنا بما هو آت. أولا، تنهى خدمة الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة بإحالته إلى التقاعد. ثانيا، يرقى الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس الهيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة. ثالثا، تنهى خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي بإحالته إلى التقاعد. رابعا، يعفى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن. خامسا، يرقى اللواء الركن مطلق بن سالم بن مطلق لزيمع إلى رتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة. سادسا، يرقى اللواء الركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية. سابعا، يرقى اللواء الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية. ثامنا، يرقى اللواء الركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمر إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوي. تاسعا، يرقى اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية. عاشرا، على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 138 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية. بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 43 بتاريخ 28/8/1393 للهجرة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 24 بتاريخ 5/4/1395 للهجرة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 137 بتاريخ 10/6/1439 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 139 التاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 27718 بتاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة، القاضي بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية الوزارة والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الدكتور خالد بن حسين بن صالح بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 140 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 258 بتاريخ 26/9/1438 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعفى معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 141 التاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 304 بتاريخ 26 من الشهر العاشر من عام 1438 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعفى معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 142 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 143، التاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 97 بتاريخ 4 من الشهر الخامس من عام 1438 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 129 بتاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعفى معالي الأستاذ حمد بن خلف الراشد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه. ثانيا، يعين الأستاذ محمد بن مهنا بن عبد العزيز المهنا وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 144، التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 95 بتاريخ 9/4/1436 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 145، التاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين معالي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 146، التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 188 بتاريخ 25/7/1438 للهجرة،
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعين معالي المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 147 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 48 بتاريخ 2/3/1436 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعفى معالي الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه. ثانيا، يعين المهندس محمد بن عبد الله بن محمد القويحس أمينا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 148 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 17 بتاريخ 13/3/1427 للهجرة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 253 بتاريخ 22/9/1438 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعين معالي الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 149 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 311 بتاريخ 20/12/1436 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا، يعفى معالي الأستاذ محمد بن عبد الرحمن المطلق من منصبه. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 150 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة،
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 215 بتاريخ 9/10/1437 للهجرة أمرنا بما هوات. أولا يعفى معالي الأستاذ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه. ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 151 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 18 بتاريخ 26 من شهر محرم من عام 1437 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا يعفى معالي الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر من منصبه. ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 152 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 234 بتاريخ 30/8/1436 للهجرة أمرنا بما هوات. أولا يعفى معالي الأستاذ أحمد بن صالح بن عبد الله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه. ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 153 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 251 بتاريخ 5/5/1437 للهجرة أمرنا بما هو آت. أولا يعفى معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه. ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 154 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة أمرنا بما هوات. أولا
يعين الشيخ سعد بن محمد بن عبد الله السيف نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي. الرقم ألف تقسيم 155، التاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الدكتور عبد الله بن ناصر بن محمد أبو ثنين نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي. الرقم ألف تقسيم 156، التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، تعين الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي. الرقم ألف تقسيم 157، التاريخ 10 من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي. الرقم ألف تقسيم 158، التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الأستاذ خالد بن سعود بن عبد العزيز الشنيفي مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي.
الرقم ألف تقسيم 159 التاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 91 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الأستاذ محمد بن داخل بن عبد رب المطيري أمينا عاما لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 160 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 وتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الدكتور عدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديرا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 161 التاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الأستاذ شلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان وكيلا للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 162 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 55 بتاريخ 20/1439 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، أمرنا بما هوات. أولا، يعين الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الزوم محافظا للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي
الرقم ألف تقسيم 163 التاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 130 بتاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين الأستاذ صالح بن محمد بن شارخ الشارخ مستشارا برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 164 التاريخ 10/6/1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 91 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 54 بتاريخ 3/3/1438 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعين التالي اسمهما عضوين في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 54 بتاريخ 3/3/1438 للهجرة، وهما واحد، معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون. اثنان، الأستاذ نبيه بن عبد المحسن بن منصور الإبراهيم. ثانيا، على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 165 التاريخ العاشر من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، أمرنا بما هو آت. أولاً، يعين معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي عضوا في المجالس التالية: واحد، مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. اثنان، مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. ثلاثة، مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة. أربعة، مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. خمسة، مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية. ثانيا، يكون لكل مجلس من المجالس المذكورة في البند أولا لجنة تنفيذية برئاسة معالي عضو المجلس المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس، يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس. ثالثا،
تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البندين أولا وثانيا، واقتراح التعديلات اللازمة والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. رابعا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير نائبا للرئيس، وعضوية معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير بصفاتهم الشخصية من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة سمو نائب أمير منطقة عسير ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافي من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ويكون الأستاذ صالح بن علي الحمادي مديرا عاما للنادي وأمينا للمجلس. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة 3 سنوات من تاريخه على النحو التالي: الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبيل رئيسا للمجلس، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفوزان نائبا للرئيس وأمينا عاما للمركز، وعضوية كل من الدكتور محمد بن حسان أبو حليقة والأستاذ سعود بن عبد الرحمن بن راشد الشمري والشيخ عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الغيث والدكتور زهير بن فهد الحارثي والدكتور أحمد بن عبد الرحمن العرفج والأستاذة كوثر بنت موسى الأربش والأستاذة غادة بنت غنيم الغنيم والدكتور محمد بن عبد الله العوين والأستاذ محمد بن عبد الله بن محمد الشريف.